ديمقراطي والكتلة الديمقراطية ككل تقول أنه 73 أمضاء باش يتم تجميعهم ممكن اليوم. إذن اللائحة قد تمر على أنظار الجلسة العامة، أنت باش تدعمها ولا ليه؟ مازلت ما خذيتش القرار، لكن أعتقد أنها مجرد مناورة. 73 يلقاهم لكن 109 ما يلقاهمش. أعتقد أنها مجرد باش يعملوا جلسة باش يجيبوا راس الغنوشي يسمعوه الكلام، سمحوني في العباره، لكن باش يحاولوا يعملوا نصر اصغر انه نحيوا الحبيب خضر. الهدف موش يكون تنحيه راشد الغنوشي، لانه كما قلت راشد الغنوشي اليوم النهضه او قلب تونس والكرامه عندهم 100 اللي قاعدوا 117 يلزم، وفي 117 هذوكم توا كي يشوف الحكومه الجديده برشلونه تحسب. بقول لك انا كنصوت ضد الغنوشي توا الحكومه الجايه ما لقاش بلاصه، دونك برشلونه باش تقول وما تعملش. موقفك انت مناوره ولا ياسين؟ مازلت ما حسمتش في الامر علاش؟ والله لا، خاطر في امل وعمل ما ناخذوش قرارات شخص يقرر. احنا كل القرارات تتاخذ بالديمقراطيه التشاركيه. ديجا احنا على المحكمه الدستوريه نهار الخميس الاعضاء نتاعنا عرفناهم شكون صوت في المحكمه الدستوريه. يلا غالب احنا ناخذوا بطريقه عصريه، ما عندناش شخص اللي يمشي يعمل صفقه ويجي يجري بها واعطيني خذولي. كان الاغلب يختار تصوتوا معاه او ضد، انا نلتزم بالقرار. نعتقد انه النائب ماهوش يعني ما يعملش لحد، وراه ناس خدمت معاه وراه ناس تخدم معاه كل يوم ورايها مهمه وكل شيء يفصل عنها بالتصويت. دونك ولا اعتقد انه الصوت نتاعي باش يرجع حكا ولا هكا. اقعد معايا اقعد معايا سي ياسين، تعرف شكون حاضر معنا في الاستوديو؟ بيان سور لا ما نعرفش. باهي معنا سي سفيان المخلوف عن التيار الديمقراطي الكتله الديمقراطيه طبعا. مرحبا. وسي وليد جلاد زاد عن تحيه تونس. مرحبا، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، باش نشاركوهم معنا في الحوار. يقولوا لكم مناوره، سي ياسين العيار يقول لك مناوره. سي سفيان المخلوفي. لا انا ماهيش مناوره العمليه.